دو بما التحقوا معنا مشاهدينا على تشوف تي في ديال البث المباشر باش نناقشوا واحد الموضوع كيتعلق بالبنيه التحتيه الرأي ديال المواطنين المغاربه. اذا مشاهدي قناه تشوف تي في اهلا ومرحبا بكم الان في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. موضوع اليوم هو يعني كما كتشاهدوا من خلال العنوان اللي هو البنيه التحتيه، يعني راي المغاربه او ساكنه كازا بالاخص، لان نحن هنا في مدينه كازا. واش نتوما راضين بالبنيه التحتيه اكبر مدينه الدار البيضاء اللي هي مدينه اقتصاديه؟ يعني واش نتوما راضين على البنيه التحتيه؟ يعني كما كنعرفوا ان مدينه الرباط وطنجة يعني كتعتبر من احسن يعني البنية التحتية لصعيد المملكة. فرأي المغاربة على مدينة الدار البيضاء اللي هي المدينة الكبرى والمدينة الاقتصادية، يعني واش نتوما راضين على هذه البنية هذه اللي كما كتعرفوا ان ملي كتجي الشتا يعني كنشاهدوا بعض الفيضانات، الناس كتدخل لهم الشتا المنازل ديالهم، ايضا الفضاءات العموميه تعرفوا ايضا ان المدخل الجنوبي لمدينه الدار البيضاء ما تيشرفش انه يعني كما ذكرت انه ما كيشرفش انك دخلتي مدينه الدار البيضاء، يعني عيب وعار انه يجي اجنبي لمدينه الدار البيضاء يجي ويشوف الحاله هذه والترخيصه هذه. احنا بغينا نعرفوا الراي ديالكم من خلال البث المباشر في هذا لايف مفتوح باش نعرفوا الاراء. الناس اللي تشحقوا على البث المباشر كما كتشاهدوا معنا من خلال العنوان، واش نتوما راضين على البنيه التحتيه الاكبر مدينه الدار البيضاء اللي هي مدينه عفوا لمدينه الاكبر مدينه بالمغربيه مدينه الدار البيضاء من ناحيه البنيه التحتيه؟ يعني كنعرفوا ان على صعيد المملكه مدينه الرباط ومدينه طنجه معروفه ان البنيه التحتيه ديالهم مزيانه. بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، يعني كما تنعرفوا أن ملي كتجي الأمطار كنشاهدوا واحد الفيضانات، الناس تدخل شتى المنازل ديالهم، أيضا في الفضاءات العمومية